إذا أبصرت رعاك الله مسلما أو مسلمة تأبط كتابا وأخذ مسألة يكررها وقرآنا يحفظه وسنة يرويها ومسألة يتعلمها ومتنا يحفظه ودرسا يحضره ودورة يحصلها وعلما وشهادة ولم يزل والله فشد يديه فرحا وثق تماما أنه عبد أريد به خير. والذي يقول ذلك ويعلنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين علم وتحصيله مجد وشرف، فإذا أبصرت ذلك فهؤلاء أرباب المجد فافرح بهم، أولئك ترفع بهم رؤوس الأمة وتسلم بهم صدورهم وتحزم بها الأوسطة، أولئك فعلا مناقب شرف نحتاج أن نفتح الأعين عليها في زمن تزيفت فيه في أنظار شبابنا وفتياتنا كثير من مواضع المجد الزائف.